ختاما كلمة للشباب وخاصة المهتم بالمجال الإعلامي. أنا دائما الشباب يشغلون بالي، فأنا أشوف أن الشباب هم الثروة الحقيقية لمستقبلنا في الإعلام، والشباب يجب أن يعطوا الفرصة ويتم تمكينهم في المؤسسات المختلفة حتى يكونون جاهزين للقيادة في المستقبل. احنا مهما كنا موجودين اليوم لابد أن نسلم هذه الراية إلى الجيل القادم، وإذا ما أسسنا هذا الجيل بقوة ومكناه من الأدوات راح يكون ضعيف، لكن لما نمكنه ونعطيه الفرصة كمؤسسات إعلامية الشباب والبنات اللي جايين اللي بيدخلون هذا المجال تعطيهم القوة في أنهم يدخلون بقوة. الشباب يحتاجون أن يعطوا الفرصة في نواحي كثيرة، سواء التدريب، سواء أيضا وضعهم في الميدان، سواء أن ناخذ أفكارهم ومقترحاتهم. وأنا أتصور اليوم الحمد لله مؤسساتنا تشوف فيها الشباب، وهذا الشيء مفرح، وهم الجيل اللي راح يحمل الرسالة الإعلامية للمستقبل.